المغرب هذا الشيء في وفي التاريخ نتاعو كان دائما سباق لاحتضان اكبر التدورات واكبر القرارات اللي ميزت القارة الافريقية عبر التاريخ. واللي اساسي هو اننا نشتغل على المستقبل وتكون انطلاقه نحو استغلال الهوامش التي يمنحها التموقع داخل المنتظمات الدوليه. نظن بانه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم يمكن لها الا تمشي في المسار اللي رسمته الرؤيه الاستراتيجيه نتاع صاحب جلاله نصر الله لتطوير افريقيا ووضع خارطه الطريق. والرياضه وكره القدم اليوم توجد في قلب الحدث. سنعمل كل ما في وسعنا لأن تكون قاطرة لباقي الرياضات إن شاء الله وحضور المغرب بقوة داخل المنتظم الأفريقي. أهم التوصيات تتعلق بتنظيم كأس أفريقيا للأمم من حيث العدد ومن حيث التوقيت ومن حيث منظومتها بشكل عام. شكرا.